مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مصلحه الارصاد الجويه تحذر من تساقط امطار رعدية معتبرة على الولايات الساحلية الوسطى كبومرداس الى غاية تيزي بجايه شمال منطقة البويره حتى بجيج البسكيك دا بعنابه بالطرف بقسنطينة بميلا بسطيف حتى بقلمة وسقراس يجب اخذ الحيطة والحذر يوم الغد بإذن الله الاضطراب الجوي يبقى نشاط الف... نشيط الفعال علي أقول نحو سواحل الشرقية دائما أجواء غائمة غير مستقرة مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية أيضا هبوب رياح قوية على السواحل منطقة الأوراس ستشهد الأمطار لكن بأقل حدة المناطق الوسطى ستشهد أجواء متقلبة مع بقايا الأمطار خلال صبيحة تحسن تدريجي في حالة الطقس ابتداء من الظهيرة بإذن الله بينما المناطق الغربية ستشهد أجواء مشمسة لكن حذري ضباب سيميز المرتفع المرتفعات الوسطى والغربية الرؤية ستكون ضعيفة خلال الصباح الباكر الرياح أيضا ستبقى قوية بالمناطق الداخلية والهضاب الوسطى كذلك الشرقية مرفوقة بتطاير للرمال الرياح أيضا ستكون قوية نحو شمال الصحراء الواحات ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية حتى بالنسبة لوسط الصحراء أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب لكن مع أجواء مستقرة على العموم بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم ستكون البرودة محسوسة نتيجة لتسرب الهواء البارد. الدرجة صفر بالبيض ست درجات بوهران بتلمسان بباتنا سطيف سبعة درجات بقسنطينة تسعة بالعاصمة زيوزويت، 12 بسكيك عنابة، 10 درجات ببسكرا ورقلا وإن صالح كذلك راس وتندوف، 6 درجات ببشر وترتفع إلى 15 درجة بأقصى الجنوب خلال ظهيرة الغد البرودة ستكون محسوسة على كل المناطق الشمالية تسع درجات فقط بالبيض 11 درجه بكل من قسنطينه وتيرت 14 بتيزي وزو 18 الى 19 درجه فقط بسواحل في حدود 20 درجه بالجنوب الشرقي 18 بشمال الصحراء 25 درجه بتيدو وترتفع الى 30 درجه باقصى الجنوب فيما يخص البحر سيكون مضطرب على السواحل الغربية كثير الاضطراب خلال الصبيحة بالنسبة لسواحل الوسطى والشرقية هنا الرياح ستكون قوية تصل محليا إلى 60 كيلومتر في الساعة بحر مطر بسواحل الغربية رياح معتدلة خلال الصبيحة ثم تصبح ضعيفة خلال النهار بحول الله اتجاه الرياح سيكون من غربي إلى شمال غربي وقت شروق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا و39 دقيقة والغروب على الخامسة مساء و33 دقيقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء